ذلك أشار الجمهوري إلى أن اللجنة المالية قدمت طلبا إلى الحكومة طلبت فيه تقديم قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص مع جميع متعلقاته. اللجنة المالية سوت كتاب رسمي للحكومة لمجلس الوزراء، طلبنا من عندهم إرسال قانون الضمان الاجتماعي، وهو القانون الذي ينظم عمل العاملين في القطاع الخاص. وحقيقة في هذا القانون سنضمن أولا تقاعد القطاع الخاص، سيكون حال تقاعد القطاع العام إذا كانت الفترة اللي يشتغلها فترة مضمنة. اثنين، راح نوطن رواتبهم، يعني ما ياخذ الراتب من رب العمل، ياخذ الراتب مباشرة منين؟ من المصرف، من حساب الشركة. ثلاثة، بما أنه سيوطن راتبه راح نخصص له مادة في قانون الضمان الاجتماعي يقدر ياخذ قرض بضمان راتبه حال موظفي الدولة. المسألة الرابعة، أسست محكمة في قانون العمل اسمها محكمة العمل. هذه محكمة العمل تتولى الدفاع، وراح نفعلها بقانون الضمان الاجتماعي، الدفاع عن حقوق جميع العاملين في القطاع الخاص.